شوف يقول هنا يا رقاد عميد العراق زعيم الثورة العراقية يقصد يعني ثورة العشرين في أعلى وبي عليه التاج الملكي هذا. شوف يا من هو عبد الكريم قاسم؟ أبو عبد الكريم قاسم؟ وين حجي عبد الكريم قاسم؟ وين قبر عبد الكريم؟ قبر عبد الكريم قاسم والده مو؟ حلف التاقت إليه المواسم وناحت عليه في الرياض الحمائم. لا أنت لازم. أنا عاد فيها بلبل الفني باكيا أنشدته شعرا وقلت لم يزل ناظمه. هذا أبو محمود البنية نفسه أبو جامع اللي بالعلاوي؟ عائشة خاتون أم أم البالي بغداد أحمد باشا. هذه القبة السلجوقية اللي إذا تشوفوها مبنية على الطراز السلجوقي. مشاهدينا الكرام، احنا اليوم في مقبرة باب الدير، باب الدير العتيقة، وهي احد مقابر جانب الكرخ. احنا حاليا في جانب الكرخ، هذه من عدة مقابر في جانب الكرخ، الشونزيه الكبير والشونزيه الصغير. الشونزيه الكبير اللي هو جهة هذه المقبرة اللي هي الشيخ معروف ابن فيروز الكرخي، الشيخ معروف ابن فيروز الكرخي ابو محفوظ، كنيته أبو محفوظ. وتوفى سنة 200 للهجرة، كانت وفاته سنة 200 للهجرة في جانب الغربي من بغداد الكرخ. احنا هسه حاليا شوفون هذا البناء الضخم، هذا طبعا البناء مو هو البناء القديم وانه بناء مستحدث، هذا الدائرة الهندسية بالتسعينات بنته بالتسعينات، هذا البناء اللي تشوفوه. يضم هاي المقبرة طبعا رفاته الكثير من الاعلام بس حتى بهم سياسيين يعني اعلام وصالحين. راح نروح هسه حاليا بدنا نبحث عن قبور آل السويدي ضمن مقبره الشيخ معروف الكرخي. ضمن مقبره الشيخ معروف الكرخي راح نروح على دور تم نقل رفاته قبور آل السويدي بعد تجديد الجامع بالتسعينات، بعد ما جددوا الجامع تم نقل رفاتهم هنا هذا المكان الجديد. فالشونزيه الكبير والشونزيه الصغير، الشونزيه الصغير يعني هي مقبره الكاظميه، تعرفوا توتسه، هذول آل السويدي، هاي قبورهم. بلا زحمه عليك اخواننا المصور، بلا زحمه عليك. هذا يوسف السويدي اللي هو الاب. هذا شوفه يقول هنا يرقد عميد العراق زعيم الثورة العراقية، يقصد يعني ثورة العشرين، يقصد ثورة العشرين، رئيس مجلس الأعيان هذا المرحوم يوسف. أما أبناء توفيق، هذا توفيق وناجي، هذا ناجي كان فقيه طبعا بالدستور العراقي، ناجي ويوسف وشاكر، وأنا خلفهم المرحوم توفيق. راح نشوف باقي القبور مالتهم. هاي عائلته سامي ما موجود. هذا بيت آل السويدي، وتوفيق السويدي صار اكثر من مره رئيس وزراء، ترأس هم عندهم نسبه وبيت السعدون، هاي نسبه وبيت السعدون، هاي شو اسمه فخريه. تعال تعال تعال، هاي زوجة توفيق السويدي فخريه من بيت السعدون، هاي بنت عبد الكريم السعدون، هذه اللي هم يرجعون الى عبد المحسن السعدون، عائله السعدون. هذا شوف هاي فخريه عقيده المرحوم توفيق السويدي، زوجته عندهم نسبه لبيت السعدون، آل السويدي عندهم نسبه لبيت السعدون. كمالي مؤلف نشيد مطر. وهنا بالضبط ودور آل السويدي معروفه، هاي قبورهم ودورهم موجوده بشارع حيفا، القبور مالتهم موجوده في العفو قصور مالتهم قصورهم في شارع حيفا.
هذا سويدي شفيق الكمالي. شفيق الكمالي موجود فوق. شفيق الكمالي زيد مروان. هذه قبور آل السويدي. قلنا الشونزيه الكبير والشونزيه الصغير. كلمة شونزيه هم يقال انه الاخ الكبير والاخ الصغير والبعض توأم، والبعض يقول انه الشونزيه هي كلمة يعني على ايام قبل، يعني في وقتها على تعني يعني تعني قبل هاي الكلمة شونزيه يعني الحبة السوداء، حبة البركة، حبة البركة او الحبة السوداء. من هو عبد الكريم قاسم؟ ابو عبد الكريم قاسم. وين حجي عبد الكريم قاسم؟ وين قبر عبد الكريم؟ قبر عبد الكريم قاسم والده مو والدي. تعال خلينا نروح القبر ماله. هاي خوش ملاحظه حجي. تعال وياي. ياهو ياهو القفص الابيض. هذا اي مرمر بك يا جمي. وين حجي هذا؟ هذا القفص. ها القفص الابيض. ها القفص اقدر نطلع عليه. تعال استاذ علي. ها يا طيب راح نروح تجي انا حجي؟ راح نروح القبر المرحوم الزعيم عبد الكريم والد قاسم. والد عبد الكريم. والد عبد الكريم قاسم. قناة تلفزيونية يا استاذ. محمد بكر. ايه. قاسم محمد بكر 1956 اجى مرة واحدة زار بالحكم ماله من كان. عبد الكريم قاسم يقول يقول زار والده هنا بمقبرة الشيخ معروف الكرخي. مرتين. يا سنة. لا يعني بس 59 ثورة 58 ثورة 58 ثورة ايه ايه 58 تمام يوم اثنين الثورة. عبد الكريم قاسم الله يرحمه تمام. ايه والده اذا توفى قبل ما يستلم الزعيم 56. ايه وامه كيفيه؟ ام الزعيم اسمها كيفيه؟ كيفيه يمكن هم من اهل من صوارة قصدك؟ بس هو ولادته الفضل المهديه عبد الكريم قاسم بن خالته محمد فاضل المهداوي رئيس محكمه محمد فاضل محمد فاضل المهداوي محمد فاضل لو فاضل المهداوي لا فاضل المهداوي هذا المرحوم الحاج قاسم محمد بكر والد الزعيم عبد الكريم قاسم والده هذا والده وهذا عبد الكريم قاسم انما يوفى صابرين اجرهم بغير حساب الحاج المرحوم اي ما حد يدوم حجي تمام رؤساء سياسيين هذه المقبره عندهم محلات وعندهم تجاره حامد اولى راتب هو بالقريتاني اخو للزعيم حامد اخو للزعيم ولده جم هم يكلفوا نفسهم عفوا عني اي مو يصوروك اي حجي اي فهذا المرحوم الحاج قاسم محمد بكر والد الزعيم عبد الكريم قاسم 56 اي توفى ب 56 و اتذكر بها يمكن وزوجته كيفيه الجو كان حارب وقت الصيف وهذه تمام والله اي 58 اذا توفى 58 56 قبل الثوره بسنتين بالثلاثه اي بسنتين صح هسه وثقنا لكم دور آل السويدي وهنا ايضا مدفونين طبعا فنانين اللي هو ناظم الغزالي اي ناظم الغزالي وسليمه زوجته يحيى حمدي يحيى حمدي اي هم فنان مفتر. فنان يحيى حمدي الله يرحمه سليمه مرادني سليمه باشا اللي سليمه اسمها سليمه مردخاي اختها روزه سليمه مراد نيسان سليمه مراد نيسان مردخاي سليمه مراد نيسان مردخاي 1974 وراه ب 11 سنه عشت لك حجي خوش معلومه لانه عندي التواريخ تنطبق على الوفاء شرحنا من الجيش ايه جابوا مثل هسه بالعشر عشر ونص انت لحقت من دفنوها لسليمه يا ناظم؟ انا كنت ما موجود بس ما ناظم كنت ما سرح بس ناظم ب 63 63 اي يعني انت ب 63 حلف اشتاقت اليه المواسم وناحت عليه في الرياض الحمائم لا انت ب 63 عاد فيها بلبل الفني باكين انشدته شعرا وقلت لم يزل ناظمه الله عيدها عيدها حجي والله على ركزنا عليها والله شلون حجي شلون والله بدت الشعر حلو ايه. لا دي هاي من عندك من تاليفك حجي هي مكتوبه ثانية على طول اجددها وانظفها يعني الحجي شوف انسان طيب هنا يشوف المقبره شوف عنده اجددها على طول يعني قد ما يعتز بتاريخ وتراث العراق وعنده جانب انساني يقول انا كل ما تنمسح الكتابه اللي على قبر ناظم اروح اعيدها هذا شوفنا هسه روح شوفها نظيفه هاي شنو يلا بيت الشعر شو يقول؟ يقول ترحل فاشتاقت اليه المواسم ترحل دقيقه دقيقه يصل الصوت فاشتاقت اليه المواسم وناحت عليه في الرياض الحمائم لان عاد فيها بلبل الفن باكيا انشدته شعرا وقلت لم يزل ناظمه لم يزل ناظمه الله يرحمه مات ب 63 قول لي انت ب 63 جابوا منا انا انت كنت موجود الفيلم موجود عندك روح للارشيف تمام طلعوا ذيك النوبه جماعتنا اللي توفوا اللي دفعوا موجود واحد منهم يركض موسى الله يرحمه موجود على اليوتيوب مضبوط يركض سياره مكشوفة
ملحق على موسى الله يرحمه. انت شفت بيها عسكري؟ انطوا شو اسمه قولوا وياي ايش يسموه؟ عفوا مناسبه قيام ثوره 14 رمضان 8 شباط لا 60 8 شباط يوم جمعة. يوم جمعة كانت 2/8. ايه. تاريخ موجود على شاب انقتل بنفس اليوم جت قذيفة من الطيارة تضرب الدفاع. 2/8. صحيح هذه التفاصيل مالتها. ميلادي 2/8/1963 14 رمضان 1963. 63 هو توفى اي ناظم. بس الهجري 14 رمضان يوم جمعة الساعة 8 الصبح انتهت الثورة وبطلت المدافع. هو اسمه أحمد ناظم غزال. اسمه احمد ناظم غزال ولادته الحيدر خانه. اي حيدر خانه. ولادته الحيدر خانه. يوسف عمر. يوسف عمر همينه اي إيه مقابله من المتنبي إيه بشارع صحيح. صح. شارع المتنبي هيك علي منه. بجديد حسن باشا. بالضبط. بجديد حسن باشا. جديد حسن باشا. اي قرب هذا الجامع. طبعا من المظاهرات هذا الجامع. احنا اللي يشوفونه همينه كليتنا سالم محمد واني والحاجي هم في يوم من الايام نكون موجودين هنا. لا 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 خلاص هي الحياه تجي. بعد عندي سبعة اشهر. الحياة. لا لا ان شاء الله صحه وعافيه ما شاء الله ما شاء الله يعطيك البركه بس انت طيب الله يمد بعمرك لانه تخدم شوف انت تخدم الاموات تخدم الاموات مليون ونص قلت له يابا جيب لي واحد وياي خليني انظف الشارع من طول لطول تخدم الاموات يعني سبحان الله هذا يجيب لك ناس من اليد جريت نص وبعد ورا ايدك كمل النص الثاني الله يعافيك جيد هسه احنا قلنا هنا عبد الكريم قاسم الله والد عبد الكريم قاسم وهناك عندنا سليمه ناجي وتسويدي وتوفيق ايوه امه ولد يوسف مجلس الاعيان وشاكر واحد هناك من رجال ثوره 14 تموز اللي ضد الملكيه قلبوها الى جمهوريه قلبت القشره علينا لو باقي على بريطانيا كان حل نعم منو حجي هذا؟ هناك واحد اكو 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 منصب كان هو وياه من رجال ثوره فانطوه منصب المنصب اللغه شو اسمه المنصب؟ قولوا وياي مجلس مو مجلس الاعيان مجلس الامه اكو لا اكو مجلس السياده هم ثلاثه مجلس السيادة هذول بزمن الزعيم مهدي كبه وخالد النقشبندي ونجيب الربيعي هذول ثلاثه مجلس السياده هو واحد من عندهم هذا لا هذا مو من نجيب الربيعي هذا واحد من عندهم ذاك وقبل بس قول لي شو اسمه موجود قبل ليغا لا بس اقرا اسمه اعرفه شو اسمه دلين اي اي والله اي اسمه عليه ضروري هذا طبعا يعني. من هالنوعيه اي مكتوب اسمه عليه مكتوب اسمه عليه ونظفت اللي من رجال الثوره اللي قاموا بالثوره حجي انا ما دا افوت دا القي فلوس هاك يا باك دا اشوف بالقعس ما دا اشيلها لان دا نصور دا نصور ودا نلقي يلا وين علاوي والله وين تعال خلينا نروح نشوف احد اللي قاموا يعني البعض يسميها ثوره والبعض يسميها انقلاب تمام حجي احنا نقول يعني احنا حتى نرضى الطرفين يعني احنا حتى نرضي الطرفين حجي ذاتيه مو ثقافتي مال لا بس ما شاء الله بس ما شاء الله حجي شنو خدمت ويا وزراء تمام 20 سنه ويا وزراء ما شاء الله اي ما شاء الله زين قبل اقول عنوان يسموه رزام رز ها بالجيش بالدوائر الدوله المدنيه العفو اي شاب وبعدين شاب وسبورت وكشاف ومدير الاداره كان ويانا طالب بالمدرسه قال لهم ماكو غير لا لا اخذوا اكرم خلوه عند الوزير اليوم ما اعرفك انا اليوم اكرم ما اعرف انا علاوي خاف كمان يقول لك اعرف علاوي يجوز حتى نندفن سوا ما اعرف الاكرم ابد اكرم عنده معلومات السلام عليكم يا بقى في حياتكم عيني هذا بيت محمود البنيه حجي حجي هذا ابو محمود البنيه نفس ابو جامع اللي بالعلاوي لا هسه هذا محمود البنيه ها هذا نفس ابو جامع اللي بالعلاوي تمام حجي شلوني زين ان شاء الله ها حجي الله يخليك الله يخليك الله يخليك صور يلا حجي والله حجي ورده انت مال الله الله يرحم موتاج يوف الناس كلها تحبك عجينا مو قديم الدائره واجي هنا اكمل بريدي من طلعت من الوزير الرزام مو مو بالبريد لا رزام لا لا قصدي لا هو قصدي يعني بالش اسمه بال 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 بالماليه بالوزاره وزاره العدل معهد القضاء اه معهد القضاء اول تاسيس المعهد بعدين خلوني عند منذر الشاوي ها آه منذر ابراهيم الشاوي ابراهيم الشاوي شان وزير العدل الله يرحمه سوى ذا العدل وقف على رجليها قبل فتره توفى هو توفى قبل فتره هي طلع بالسجن بالاردن اي بس توفى هو بالاردن قبل فتره
عيني هذول ناس بنوا دولة حجي عيني يا ابو نعمان والله ما لنا عنا بغض النظر عن السياسة بس هذول ناس مهنيين كانوا يشتغلون رجال بلد رجال فعلا والله رجال ثقافة رجال علم رجال سياسة عندك كتاب كيف تؤسس دولة نعم زين منذر دكتور جابوا من المستنصرية علينا أستاذ علي جاب كان صدام كان نائب رئيس الجمهورية كان كتاب 60 أنا وياه بالغرفة تمام خالص ها بس خلي خلاص ما حد يجي كان صلحنا رشاد عارف سعيد عضو مجلس السيادة ولد عام 13 وتوفى بال 97 رشاد عارف سعيد نعم يقصد عضو مجلس السيادة في زمن الزعيم عبد الكريم القاسم؟ لا هم لا لا هم ثلاثة هذا من خالد النقشبندي ونجيب الرباعي ومحمد ومحمد مهدي كبة قرايب أهل القفص هم اللي اعطوني معلومات عنه هذا من رجال ثورة 14 رشاد عارف سعيد اللي قام ويا كريم قاسم وعبد السلام عارف بهجوم قصر الرحاب ها من الناس اللي قصر الرحاب راح عليه هذا شو اسمه؟ العبوسي العبوسي عبد الستار عبد الستار عبد النقيب النقيب عبد الستار دي غاد قبورهم النقيب عبد الستار العبوسي يعني هذا من ضمن المشاركين الستار العبوسي من قام بالرجال كان نجمه هو ضابط نقيب لا كان نجمه ضابط معسكر الوشاش هو عسكري يعني عسكري ضابط قاسم من شيشه بالمرضى كان تمرض قال له روح حمات يعني بنفس الوقت تطبب نفسك وكان كان العراق متجه للمعسكر الاشتراكي مضبوط روسي تعال سوف مضبوط الدير السفاره هناك القنصليه العسكريه تمام حجي هاي المقبره المان هاي مال الشيخ ها مال الشيخ صوفيه مو صوفيه ايه يلا برزن شي هذول اعتقد مو نقشبنديه ايه طبعا المقبره تحوي يعني قلت لك ستار العبوسي على اساس انه ظل قاعد فتره سيقال انه على ما صرفونا ملكة علي ام فيصل تمام تجي بين فتره وفتره يعني تتعاتب انه ليش قتلت الملك هذا الطفل الصغير اشوفه مرتين لا بربك لحد الان مو بالحلم لا اشوفه حقيقه يوم ويا مرتين وين اشوفه؟ وين اشوفه؟ طبني هاجي بيتنا على الشارع يطلع الصبح يروح يسجل قصدك انت بالبيت يعني وين شوف؟ بيتنا بالشارع ويفوت يوم الساعه 8 هو يجي من الحارثيه هو لا هو يجي من الحارثيه اذا يجي يعبر على البلاط يعبر جسر الحديد يجي يفوت من شارع 6 ويفوت يعبر جسر الحديد ويروح على البلاط يقول لهم يلا يا ولد نشوف الفيصل يلا يعني اليوم الحجي ما شاء الله عمره 80 سنه ويعطيه الصحه والعافيه ويتمتع بذاكره قويه على سليم مراد يسال كيفك انت يلا ايه لا لا احنا شعدنا يلا ايه هذا من حجي ابو خطاب المقبره هذا الشيخ عشيره الجبور ابو خطاب الجبور الدوره كلها الله يرحمه الله يرحمه. طبعا احنا هسه متواصلين في مقبره الشيخ معروف ومثل ما قلنا مدفون بها رئيس وزراء العراق والد الرئيس وزراء العراق ابو العبد الكريم قاسم وبها ال السويدي وبيت ال السويدي ناظم الغزالي يحيى حمدي تمام هذا قبر شو مختلف عن باقي القبور بالغرفه حجي هذا من 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 شخصيات نور السعيد هذاك شنو وظيفته بالعهد الملك يعني رئيس الحرس من حتى شوف حتى التاج الملكي عليه حجي علي هذا طبعا مقبول بدر اسماعيل بدر اسماعيل الشاهر اقرا لي اي شوف حتى عليه تاج الملك العهد الملك بيعلاه عليه التاج الملكي هذا ايه مغفور له هو والساد السياج الحديدي ما بي نقطة لحي المقدم ايه هذا قديم قديم ايه المقدم بدر اسماعيل الشاهر اي نعم هذه هي اعتقد حرس الشرف مال نور فيصل ايه حرس الشرف الملكي الحرس الشرف الملكي تمام مال فيصل الثاني فيصل الثاني طبعا تمام ايه مال 39 ايه وفيصل ابوه مات بال 33 فيصل الاول مات بال 33 من ارض الحجاز تمام بالسعوديه تمام والحجاز تمام تمام دول بعدين اندمجن وصارت المملكه العربيه السعوديه دمجها ال سعود صحيح أيوه. سميت بالسعوديه نسبه الى سعود اي نعم سعود بن عبد العزيز نعم
سعود بن عبد العزيز بن عبد العزيز هذا التاج الملكي مالته. سووا له من طابوقه نحتوها وجابوه كله طابوقه. اي هذا طبعا شغل البغدادي قبل يعني. سووا ويسوون ابوها. اي يا مال اسمه ماطورات يا مال اسمه حصان. يسموها اللي يشتغل هذا النجار مو نجار. الناجور. هذا اللي يشتغل على الناجور يسمونه ناجور. المصالح تسمى وقسم لهم اخذوا القاب مصالحهم مثل يسمون بيت النقار عندنا ناجور ايه. ناس ما يعرفون بيت النقار شنو النقار مشت عليهم بيت النقار هم سوى امره النقار شنو النقار شايف جنو التوحاد غراضه بيجون طي يستر بالدرابين نقار يولي جماهير النقار طبعا تطلع الرحه مالتها الرحه هاي تفتن. حجي اسالك سؤال صحيح اكو شيء هنا سرداب يوصل للامام موسى الكاظم شايف انت هيك خلال هاي السنه كنا نخدم الجهال نخدم بالشيخ معروف تيمم بالشيخ معروف نسبح جوا جوا اي حلو اي والله ما هاي المعلومه عارفه هذه سالته الله يرحمه مات قلت له اي مو خلف سليمه حتى الصوت يجي إيه. لا لا تعال حتى الصوت يجي يوصل اي مولانا شيخ هذا شنو الحائط مال الورا ظهر اسمع اخوان هاي المعلومه ربما اول مره تسمعوها اكو كان سرداب راح يتحدث لنا عليه الحجي قالوا يا ابو هذا يقولون هو هم قال يقولون هذا سرداب على اساس يوصل بي للسيدنا موسى بن جعفر لان هو كان احد طلاب موسى بن جعفر بالتلمذه يقرون قبل بالملاري يسمون طبعا يا ما قعدوا هنا الامام موسى بن جعفر والشيخ معروف بالسرداب مالهم يتعبدون واكو بير مال مي كنا نسبح به ونطلع بالبير ما يحبلن بالبير يعني يتبركون به تمام طبعا نلعب ناخذ عقارب الشيخ معروف ابن فيروز الكرخي اسلم على يد الامام علي بن موسى الرضا اسلم على يد الامام علي بن موسى الرضا لا فيروزان ايوه معروف ابن فيروز اي اي الكرخي هو كان نصراني واسلم على يد الامام علي بن موسى الرضا هجر عائلته واهله ومنطقته وفاته 200 للهجره وفاه علي بن موسى الرضا يعني 201 202 فهم الدوله العباسيه فهم عاصروا المامون العباسي عاصروا الخليفه المامون العباسي تمام يلا انت بس تمشي كل شيء ماكل هسه سوالف ولا تحكي يلا تعالي عاصروا الخليفه المامون العباسي هنا هاي المنطقة بها أيضا يسموها المنصورية نسبة إلى منصور الحلاج بالقرب من عندنا هنا منطقة المنصورية للصوفي منصور الحلاج واللي قتل وقطع تقطيع الخليفة العباسي المقتدر قطعه وحرقه على يم جسر بغداد يم الجسر وماسينيون الباحث الفرنسي يعني كتب هو اللي اكتشف كتب مكان مقابره اي كتب عنا سنة 1908 كتب عنا اكثر ما العراقيين كتبوا عنا احنا هسه طبعا مستمرين بالتوثيق ها استاذ احمد نعم استاذ وراح نروح طبعا في هذا الجو اللاهب والجو الحار احنا صيام ولكن العراقي يستحق من عندنا يستحق منا الكثير وهذه امانه ومسؤوليه احنا حتى نوثق للاجيال قدرنا نوثق القبر مال ابو عبد الكريم قاسم الله يرحمه ابو عبد الكريم وعائله ال السويدي وقبر ناظم وقبر سليمه زوجته واحنا هسه حاليا نروح ندور على احد القباب السلجوقيه اللي يضم رفات زمرد خاتون زوجة المستضيء بالله العباسي وام الخليفه الناصر لدين الله والخليفه الناصر لدين الله قام به يعني بصراحه يعني من التعميرات والبناء في وقته حتى سوى قبر للإمام موسى بن جعفر قبر من الصاج الصندوق الخشب واللي موجود هذا بالمتحف العراقي أيضا هو ناصر لدين الله بين المأذنة قلنا مال الشيخ معروف الكرخي وبين المأذنة مال جامع الخفافين وجهة رصافة وأعتقد حتى جامع القمرية جامع القمرية بالكرخ لا أبو جامع القمرية المصدي أو زوجته لا احنا نحكي عن المناره ايه نعم المناره اللي موجوده على الشط جامع القمرية نعم اي هسه احنا رايحين هذه من 17 قبه هي في العراق سبع قبب دمروها الدواعش سبع قبب دمروها الدواعش وبقت عندنا 10 من ضمنها هاي القبه المخروطيه اللي على طراز السلجوقي تعالوا شوفوها شوف الفن الاسلامي علي الفتحات اللي تصير بالقبه باع هذه تسوى ضوء الى داخل القبه ماكو تكون صحيح. القبه على 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 مدى يعني موجوده الشمس مثلا اكو ضياء داخلها فقبه مخروطيه و
الأطراد السلجوقي، ولكن للأسف تشوفون هاي القبور، القبور تحيط بها داير حبل، يعني تشوفون هذه القبور صارت قبور جديدة، وهذا المكان تشوفوه شلون بائس. هذا المفروض مكان يعني يحافظ على القبور اللي موجودة، ولكن بنفس الوقت يتنظف وينزرع أشجار ويكون سياحي، من ويكون معلم سياحي. طبعا مدفونة بقرب زمرد خاتون، عائشة خاتون، أم البالي بغداد أحمد باشا، مدفونة هنا، وعليها نشودة الأطفال طلعت الشميسة على قبر عيشة، نشودت عليها على قبر عيشة. على قبر عيشة، وعيشة بنت الباشا تلعب بالخرخاشة، صاحب ديش بالبستان، الله ينصر السلطان، زوجة حسن باشا والي بغداد، وأم بس أم والي باشا، أم والي بغداد أحمد باشا، احمد بن حسن باشا، عافيه، اي، ونسيبه سليمان باشا اللي سموه ابو ليلى، زوج عادله خاتون، زوج عادله خاتون اللي عندها هي ايضا جامع عادله خاتون الكبير والصغير. تمام، هذه القبه السلجوقيه اللي تشوفوها مبنيه على الطراز السلجوقي، ولكن شوف البناء بالاجر جميل وحلو، هاي النقشه بها نقشات كلش حلوه تشوفوها هذه النقشات، ولكن للاسف قلنا تعاني الاهمال. طبعا اول من كتب عن مرقد زمرد خاتون الباحث المستشرق نيبور، ولكن أخطأ بأنه أعادها إلى ست زبيدة زوجة هارون رشيد كارستن نيبور، حسب أخذ حسب رأي عامة الناس. نعم، وطبعا رأي خاطئ. نعم، روحوا جيبوا لنا المفتاح، مفتاح بابا تذكرون ذيك المرة مو طيتكم، روحوا يلا حتى نعطيكم، يلا يلا إيه، يروح على إبراهيم، قول الخال إبراهيم حتى نعطي الخال إبراهيم، يلا والله وين السياحة حاجة. وين الثقافة وين الآثار، يلا وين إبراهيم نطيح حتى يفتح لنا الباب. عمو هاي زمرد خاتون زوجة المستضيع العباسي أم الناصر لدين الله، هذه ترجع يعني الفترة العباسية، بس هذا بناء سلاجقة طراز السلجوق، احنا عندنا 17 قبة من هاي، 7 عدد مروه الدواعش وبقى عندنا 10. طبعا تشبه من ضمن هاي من ضمن هاي القباب هو محمد الدري أحد أحفاد الإمام موسى الكاظم، نفس هاي القبة، قبة محمد الدري في الدور بتكريت، في الدور بتكريت، والدواعش شالوها بالشفل، إن شاء الله يشيلكم الله في يوم من الأيام، يا سفل يا أنذال يا قذرين. طبعا القبة نفس طراز قبة الشيخ معروف السارة وردي، رايح الشغل يم الشيخ القريب من شارع الخط السريع محمد القاسم، نفس الطراز. يعني شوف هاي حتى هي حتى القبور، هذا القبر مهدم يعني، حتى القبور بائسه. هنا عندنا طبعا محطه قطارات، المحطه العالميه للقطارات، اسمعوا المحطه العالميه اسمها شنو هي؟ المحطه العالميه، فهي فعلا كانت عالميه، لان كانت تصعد من هنا تروح الى المانيا، برلين، البرلين بالمانيا، هي ام الباءات الثلاث، بغداد، بغداد، برلين، بصره، بغداد، برلين، هذه محطه القطارات شاخت وتعبت، والبناء صاير داير مدايرها، وزعوا بيوت داير مدايرها، هذه ما واحد واحد واحد, واحد من الوزراء ماكو، الظاهر ماكو قياعين ببغداد واطراف بغداد، وزعوا بنص السكك، بنص معامل السكك وزعوا لهم قطع سكنيه وخلوهم يبنون، كان المفروض هذه تصير مترو، احنا ساعدنا مترو المفروض هنا، شوفوا هاي احنا مركز بغداد نص بغداد، وهذاك البناء حلو للاستثمار، لان الاستثمار يخدمهم هم، ولكن ما يخدم المواطن حبر على ورق، مشاريع وهميه، اللي يخدم المواطن مشاريع وهميه حبر على ورق، وما يخدمهم هم يعني لاغراض شخصيه، شوفوا ذاك البناء لهم مستشفيات اهليه وجامعات اهليه حتى يقضون على التعليم المهني مال الدوله. تظهر قبه الشيخ الدين، هذا احنا هسه تقريبا يعني اقدم مقبره موجوده في بغداد من ضمن مقابر اللي مقبره الشيخ عمر السهروردي، هناك مقبره الورديه، مقبره الورديه يعني في جانب الرصافه، ومقبره الشيخ عبد القادر الجيلاني، باب الشيخ اسمها مقبره باب الشيخ، مقبره باب الشيخ، وهنا عندنا قلنا مقبره الشيخ معروف والكاظميه، الكاظميه، مقبره الخيزران، مقبره الخيزران بالعظميه، ومقبره مقابر قريش بالكاظميه، جهه الكرخ، جهة الكرخ، مقابر قريش في الكاظمية بجهة الكرخ، تسمى كانت شونيزي الصغير، الشونيزي الصغير أو باب التبن أو باب حرب، مضبوط، يعني مقبرة باب حرب، وكان مدفون بها أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الفيضان شاله، مضبوط. شوف هذا البناء مال القبور كله بالآجر، هذا يسمونه ناجور،
يعني حتى نوثق ادق التفاصيل، الناجور كان يشتغل هاي النقشه، هذا يقعد يشتغل هذه النقشه تشوفوها اي، والماده الاوليه مال الاجر والطابوق هي الجوص، تشوفون هاي ماده الجوص، ماده لاصقه، ماده جوص. ها شوف هنا حتى يدخل في البناء هذا، تشوفون شو اسمه هذا القصب التقويل، اي ماده القصب تدخل في البناء، تشوفون اخواننا احنا نوثق ادق التفاصيل، واحنا في مقبره الشيخ معروف ابن فيروز الكرخي المتوفى 200 للهجره، وهذه القبه السلجوقيه اللي هي من النوادر، هذه اكو دول تتمنى تساعدوا منها في الطابوقه، ولكن احنا هذا بناء مهمل، وحتى هي القبه متداعيه. ده شوف والله الاستاذ علي، طبعا الاستاذ علي انا اوجه له فد شكر وتقدير لان ده يبذل جهود، واحنا صيام، طبعا احنا صيام، واستاذ علي من الشباب الواعد، والاستاذ ها نارين زيدي، نارين الزيدي طبعا هم شاب واعد، واحنا يعني بصراحه نحييهم ونحيي بهم هذه الروح، الله يحفظهم ان شاء الله، يخدمون التاريخ وتراث العراق. شوف هاي القبه تعرض الى، شوف هاي الفتحات، عوامل التعريه، عوامل التعريه، تمام، عوامل امطار والشمس، امطار والشمس تحتاج صيانه، شو تقول صيانه دوريه؟ ايه بعد انتوا قاعدين هنا مو هم ساكنين هنا طبعا، ويفتحون الباب وتعطيهم فد 2000 3000 على مود يفتحوا لك الباب، هم متفضلين يعني هم. بس انتوا ليش ما تنظفون المكان عمو؟ وننظف احنا بس يرجعون يوسخون، تنظفوها يرجعون يوسخوها، تمام عمو. هو شو جوز زبيدي كلش، اي بس هسه هذا كوش قبر قديم، انتوا حتى مسويين عليهم قبور جديده، تعال بوصل عليه متو عمو؟ اي هسه هذا قبر قديم، تجديد ابو تجديد، شوف هذا قبر قديم، اي وهاي بانين يعني بانين عليها قبور جديده. انت شنو انت خاطر محمد، انت شنو من انت شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ اني إيه انت ادري انت اني، انت شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ اني عشان زارتين اذانه، زارتين اذانه، انت اسمك شو حمودي؟ دارتين اذانه؟ لا ادري ويا الوكيل، لازم ما عندكم بنات، لازم ما عندكم بنات زر الله مبارك بالبنات، بقت بس البنات كلها راحت ويا الوكيل تبو، ويا الوكيل وقتنا لازم نزرف ترتيه بعد من نفسي، ويا الوكيل مودب، يلا احنا راح نحاول بعد نطلع منه. أنا شكرا من نرجع انا بعد ما نقدر، لا نطلع منه نطلب منك، شكرا جزيلا طبعا اليوم حاولنا نوثق جزء من مقبره الشيخ معروف الكرخي، ومستمرين بالتوثيق، شكرا جزيلا.